احنا سياسيا متكاملين، الموضوع منتهي سياسيا، يعني العلاقه بين الزعماء سمن على عسل، وتوجوا الكلام ده بهالاتحاد، والاتحاد رئاسه دوريه. النهارده مصر رئاسه الاتحاد عند مصر عند فخامه الرئيس السيسي، ربي يذكره بالخير ويطول عمره، سلموا لنا على كثير. خلال الفتره هذه السنه مش كثيره لانجاز مشاريع ضخمه، والسنه مش قليله لاتخاذ خطوات عمليه فاعله ومهمه جدا. التاريخ بيمشي.